أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأخيرا نزل الأمر الإلهي لموسى عليه السلام، الأمر بقيادة بني إسرائيل والمسير بهم ليلا ليخرجوا خلسة من أرض مصر، الأرض التي عانوا فيها ما عانوه من ظلم فرعونها وطاغيتها الذي استعبدهم وسامهم سوء العذاب لسنوات طويلة، فقتل مواليدهم الذكور واستعبد رجالهم ونساءهم. كل هذا قبل أن يكلف موسى بن عمران بأعباء رسالته. فقدم على فرعون طالبا منه الإيمان بالله رب العالمين، وسائلا إياه أن يخلي سبيل بني إسرائيل ليغادروا أرض مصر. ولكن فرعون طغى وتجبر ورفض الأمرين، رفضهما على الرغم مما رآه من آيات الله وهي تتحقق على يدي موسى. وحتى بعدما توالت على مصر آيات العقاب، فإن فرعون كان يعد بتحقيق طلبات موسى إن هو سأل ربه رفع العذاب، وما كان العذاب يرفع حتى كان فرعون ينكث بوعوده بكل تجبر وغطرسة. ولذا صدر أمر الله سبحانه لكليمه موسى بن عمران بالخروج بقومه بكل عشائرهم والسير شرقا فرارا من ظلم فرعون واستعباده. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وتغلي مراجل الغضب والغيظ في نفس فرعون، فكيف تجرأ بنو إسرائيل على مغادرة مصر؟ بل كيف تمكنوا من ذلك برغم جنده وعساكره؟ فيقرر فرعون أن يلحق ببني إسرائيل ليعيدهم إلى طاعته بقوة السلاح والنار، فيبعث برسله إلى أنحاء مصر ومقاطعاتها داعيا أمراءها إلى حشد جنودهم ليخرجوا مجتمعين فيدركوا بني إسرائيل قبل تمكنهم من مغادرة أرض مصر. واعدا الأمراء بنصر سريع، فما بنو إسرائيل إلا شرذمة قليلة يمكن القضاء عليهم أو أسرهم بيسر وسهولة. وسرعان ما يحشد فرعون ما يحتاجه من عسكر، ومن فوره ينطلق في مطاردة محمومة علّه يدرك بني إسرائيل بقيادة غريمه موسى ليفعل بهم ما يشاء، يعيدهم إلى عبوديتهم أو يبيدهم لا فرق، فالأمر سيكون له وحده. هكذا فكر فرعون وهو يقود جنوده ملاحقا بني إسرائيل عبر صحراء سيناء. أما بنو إسرائيل فكانوا يتقدمون ولكن ببطء، فقد كانوا عشائر كاملة برجالها ونسائها بشيبها وشبابها بفتيانها وأطفالها، مع ما في ذلك من إبطاء لمسيرتهم وحركتهم.
ولكنهم كانوا يسيرون وكلهم ثقة بنبيهم وقائدهم موسى بن عمران عليه السلام، وبأنه سيخرجهم من ظلمات الأسر والعبودية إلى نور الحرية والانعتاق، وبأنهم بعد بلوغهم البحر واجتيازه يكونون قد حققوا هذه الغاية العظيمة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ويصل بنو إسرائيل إلى ضفاف البحر فتغمر جموعهم الفرحة العارمة. لكن كيف ستشق جموعهم مياه البحر؟ سؤال لم يدر في خاطر أغلبهم بسبب لهفتهم إلى إتمام خروجهم من أرض مصر. ولكن وقبل أن يحصلوا على جواب لهذا السؤال، ها هو النذير ينبئهم بالخبر الرهيب. لقد أدركهم جيش فرعون، وذلك الغبار المتصاعد من خلف الجبال يدل على ذلك. ولم يمر الوقت إلا وبدت طليعة الجيش عند قمة الجبال. وتدب الفوضى في جموع بني إسرائيل، فيعلو صياح الرجال وعويل النساء، والكل خائف من فكرة إدراكهم من جنود فرعون وإعادتهم للأسر أو الفتك بهم. ويلوذ سادة بني إسرائيل بكليم الله موسى، وكلهم يستغيث به ويستنجد، وبيقين ثابت وإيمان راسخ يهدئ موسى عليه السلام قومه، مطلقا جملته التي غدت لدعوته شعارا: إن معي ربي وسوف يهديني. ففي تلك اللحظة المصيرية، ربما مرت الصور والذكريات في ذهن موسى، حيث واجه أصعب المحن والابتلاءات فكان يتجاوزها بما يشبه المعجزة، بل هي ألطاف إلهية سددت مسيرته منذ أن كان طفلا رضيعا، يوم من عليه الله فأنقذه من القتل على يد جنود فرعون المتربصين لكل مولود ذكر يولد لبني إسرائيل. ثم أنجاه من الغرق وهو في قلب التابوت، ثم جعله يقع عند آل فرعون فيتربى في كنفهم، هذا وأمه مرضعة له دون أن ينكشف أمرهما. ثم أنجاه من مكيدة فرعون بعدما قتل ذلك المصري المعتدي دفاعاً عن أحد أبناء بني إسرائيل. ثم وهو في طريق عودته تاه في ظلمة الصحراء، وعندما رأى ناراً بعيدة قصدها وهو يلتمس منها جذوة نار أو أحداً يهديه سواء السبيل، فعاد من عند النار رسولاً مكرماً كلمه الله تكليماً: إن معي ربي وسوف يهديني، يكررها موسى الكليم عليه السلام بيقين ما بعده يقين، ثم يسرع إلى شاطئ البحر يا
ينزل إلى مياهه وهو يرفع يديه بالدعاء لرب العالمين كي ينجي قومه من كيد فرعون وجنوده ويهديه السبيل إلى ذلك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ومن جديد إنها عصا موسى، عصاه المعجزة، إنها العصا نفسها بما فيها من أسرار، هي الأداة التي سخرها الله لكليمه موسى ليعلن بها بداية النهاية لطاغوت ذلك العصر فرعون مصر. ويهوي موسى بعصاه على صفحة المياه ليعلو دوي هائل فيما مياه البحر تنفرق وتنفلق ويعلو الموج بعضه فوق بعض ليتكون في قلب البحر طريق طويل طويل حفت به المياه ذات اليمين وذات الشمال، مياه بدت في ارتفاعها كجبال شامخة هائلة. ويذهل المشهد جموع بني إسرائيل، وكذلك يصنع بفرعون وجنوده الذين كانوا يراقبون ما يجري من بعيد. وعلى الرغم من هذا البعد فقد بدت عظمته للطاغية ورجاله. أما موسى عليه السلام فقد أسرع يأمر قومه بالإسراع بسلوك هذه الطريق العجيبة للنجاة من الطاغية ورجاله. ومن بعيد أخذ فرعون وجنوده يتابعون مشهد العبور ومعجزته الباهرة. يتابعها فرعون وهو يدرك أنه يوشك على تلقي هزيمته الكاملة على يدي موسى. ولكن هل كان فرعون ليتقبل هزيمته؟ كيف لمثله أن يفعل وقد رأى من آيات رب موسى ما حيره وأذهله؟ وعلى الرغم من ذلك أصر على ضلالته وادعائه الأجوف بأنه الرب الأعلى. كيف يمكن لرب أعلى أن يدع أحدا يتفوق عليه بل يهزمه؟ لا، ما كانت جبروت فرعون ولا طغيانه يسمحان له بتقبل الهزيمة. فيأمر جنوده بالانطلاق ليلحقوا بموسى وقومه، وعبر الطريق ذاتها التي شقها موسى بعصاه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ويتوغل جنود فرعون في الطريق تحفهم الأمواج الهائلة، يتقدمهم طاغيتهم الذي أخذ يراقب جموع بني إسرائيل وقد وصلت إلى الناحية الأخرى، ويراهم وهم يصعدون إلى بر الأمان. فذلك هو غريمه وعدوه موسى بن عمران
إنه يقف رافعاً يديه ناحية السماء للحظات قبل أن يومئ لموج البحر، ليبدأ هذا الموج بالانهيار. وتندفع المياه بقوة لتجرف فرعون وجنوده، ويدرك فرعون بأنه قد هزم، بل يدرك بأنه عاجز عن مواجهة هذه المياه التي أخذت تسحبه عميقا. ويدرك فرعون ضآلة حجمه، وأنه مجرد إنسان ضعيف يوشك على الهلاك والموت، وأن رب موسى قد انتصر عليه. فلتؤمن يا فرعون، فلتؤمن بهذا الرب، عساه يرحمك ويعفو عنك. هكذا حدث الطاغية نفسه، وأسرع ليشهر إيمانه بالله رب العالمين. ولكن هيهات الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لقد فات أوان التوبة يا فرعون، فعصيانك وكفرك لم يكن عن جهل أو غفلة، بل كان تكبرا وتعنتا وإمعانا في الجهالة. فأنت كنت أدرى بنفسك، كنت أدرى بأنك لست إلا إنسانا عاديا، وأبعد ما تكون عن الألوهية، فكيف بادعائك بأنك الرب الأعلى؟ وكم أتتك من الآيات الباهرة فأنكرتها، وحاولت طمس حقيقتها، وكم أعطيت من الفرص والمهل، وبرغم ذلك جحدت وتكبرت وكفرت، فما كنت لتستحق أي مغفرة من ربك، ولا كان ليتقبل توبتك. فلتغرق يا فرعون في جوف المياه، ولتمت على أسوأ صورة، وبعد ذلك سيطفو جسدك على صفحة الماء لتنكشف حقيقتك الكاملة. فما كنت إلا إنسانا، وبقيت إنسانا برغم كل سطوتك وأكاذيبك عن ألوهيتك. وها هو جسدك الفاني، إنه أمثولة وعبرة لكل الطغاة الذين يدعون الألوهية أو يتصرفون مع الناس وكأنهم إله أو آلهة. ستموت الآن يا فرعون، تموت كافرا عاصيا مفسدا، وبعدما تموت لن تستقر في قعر البحر، ولن تكون طعاما للأسماك، وإنما سننجيك ببدنك، ونأمر أمواج البحر أن تلقيك على شاطئ البحر جثة هامدة، لتكون لمن خلفك آية، حيث سيراك قومك ميتا غريقا على هذه الصورة القبيحة الشنيعة، فتكون آية وعبرة وعظة لهم. وهكذا انتهت حياة فرعون المستبد الطاغية المتأله، غريقا في البحر، وخرجت روحه من جسده وهو تحت الماء، وقبض الله أرواح آله وجنوده الغرقى من حوله، ولم ينفعه علوه في الأرض
ولم ينصره قومه وملأه، ولم يدفع عنه أحد عذاب الله، وكان موته غريقا دلالة على ضعفه وعجزه وكذبه في ادعائه الألوهية والربوبية. تصور جثة فرعون ملقاة على الشاطئ يمر بها قومه مندهشين. لقد كان قبل ساعات في ذروة فرعنته واستعلائه وتألهه، وكان القوم معظمين عابدين له، يعتبرونه ربهم وإلههم، والآن ها هو ميت غريق، وها هم ينظرون إليه. يمر القوم بفرعون وهو على صورته البشعة، قد انتفخ بطنه ووجهه، وازرق جلده، وقبح منظره، فيقول قائلهم: هل هذا إله وهو بهذه الصورة؟ هل هكذا تكون نهاية الإله؟ ولذلك جعل الله نجاة بدنه آية لمن خلفه من قومه وأتباعه الذين عاصروه. لكن ماذا حصل لفرعون بعد غرقه وإلقاء جثته على الشاطئ؟ أخذ قومه جثته وحنطوها ووضعوها في مدافن الأسرة الفرعونية بجانب جثث الملوك الفراعنة الذين ماتوا قبله. والتحنيط مهارة متقدمة تسجل للمصريين زمن الفراعنة في ذلك الزمن السحيق، حيث كان يجهل التحنيط الأقوام الذين عاصروهم والذين جاءوا من بعدهم. وقد حفظوا جثث ملوكهم وفراعنتهم في الأهرامات المعروفة وفي المقابر الملكية، وبقيت تلك الجثث موجودة حتى عثر عليها علماء الآثار في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وكان من تلك الجثث التي عثروا عليها جثة ذلك الفرعون الذي قال الله له قبل أن يموت غرقا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.